ما هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه؟ هو الدين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه وهو في آخرة من الخاسرين. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وذكره، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه. ما منزلة الشهادتين من الدين؟ لا يدخل عبد في إسلام إلا بهما. كم أركان الشهادة أن لا إله إلا الله؟ لها ركنان: الأول النفي هو قول إلا الله لا إله، الثاني إثبات هو قول إلا الله. كم شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة، وهي العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، المحبة، الإخلاص، المحبة. ما هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. كم أركان الإيمان؟ ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدره خيره وشره. هل يزيد الإيمان وينقص؟ نعم، الإيمان يزيد وينقص. بما يزيد به الإيمان وينقص؟ يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته وطاعة الشيطان. كم شعب الإيمان؟ للإيمان بضع وسبعون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة أذى عن الطريق، وحياء شعبة من الإيمان. ما هو الإحسان؟ الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كم مراتب الدين؟ مراتب الدين ثلاثة، وهي إسلام، إيمان، إحسان. أسمو وأفخر بيا صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو يعلو جناحي فكما سعدت روحي، قويت ذاتي فيعلو جناحي، إذا رويت قلبي يسمو نجاحي، إذا نسجت دربي، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو وأفخر بيا صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو تحلو حياتي فكما سعدت روحي، قويت ذاتي فناداني طموحي، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو وأفخر بيا صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو تثرين علما ولا أمل منك، تعدين عزما ولا غناء عنك، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو وأفخر بيا صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس. أزهو وأفخر بيا صرحا ومصدر،
في ديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. ومنك عيني رأت فضل بلادي، برد ديني لها يسعى فؤادي، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور يظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. علمتني أن أسمو خلقا وإحساس، علمتني أن أحب خير للناس، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور أظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. 20 عاما وأنت في المعالي، 20 عاما ولن تخبل لآلي، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. أزهو وأفخر بها صرحا ومصدر، سيديني أكثر لكي بالنور أظهر، ودمت خير غارس يا أجمل المدارس، ودمت خير غارس أزهو أزهو أزهو. أذكر بعضا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو قاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن كعبة بن لؤي بن قالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن قسيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نساب بن معد بن عدنان. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما يوم الاثنين من شهر الربيع الأول من عام الفيل. من هي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي حليمة بنت الدويب السعدية. متى ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات ماتت أمه بالأبواب بين مكة والمدينة. متى توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي كفر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه؟ فكفله جده عبد المطلب. متى توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفي جد عبد المطلب وكفاله عمه أبو طالب. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام؟ ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 خرج به عمه أبو طالب إلى الشام. هل شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول؟ نعم. الله الذي رباني. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. من نبيك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ ديني الإسلام. لماذا خلقنا الله تعالى وما الدليل؟ لعبادته وحده، والدليل قول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أعدم الواجب علينا؟ توحيد الله. ما هو التوحيد؟ إفراد الله تعالى بما يستحق. كم أنواع التوحيد؟ أنواعه 3. أذكر أنواع التوحيد. توحيد الله،
إفراد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ما أعظم الذنوب؟ الأعظم الواجب علينا الشرك بالله. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أين الله وما الدليل؟ الله في السماء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام هو الانقياد لله بالعبادة والطاعة. كم أركان الإسلام؟ أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، من استطاع إليه سبيلا. ما الإيمان؟ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ما أعلى مراتب الإيمان؟ أعلاها مراتب الإيمان. ما أعلى مراتب الإيمان؟ أعلاها قول لا إله إلا الله. كم أركان الإيمان؟ أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة النجس. أذكر من العيد النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ولي نشوف. ساكنة أو التنوين عند الأحرف الإجابة. للنون ساكنة أو التنوين عند اتقائهما بحروف الهجاء أربع أحكام: الإظهار، الإدغام، الإغلاب، الإخفاء. ما تعريف الإظهار لغة واصطلاح؟ الإظهار لغة البيان، الاصطلاح إخراج كل حرف من مخرجه بغير غنى. كم حروف الإظهار؟ حروف الإظهار ستة، وهي الهمسة، الهاء، العين، الحاء، الخاء، القيم. ما تعريف الإدغام لغة واصطلاح؟ الإدغام لغة ادخال شيء في شيء، واصطلاحا ادخال حرف ساكنة في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. كم حروف الإدغام؟ حروف الإدغام ستة، وهي الياء والراء والواو والواو والنون. كم أقسام؟ له قسمان: الإدغام بغير قنة له أربعة أحرفان، الإدغام بقنة له حرفان. ما تعريف الإغلاب لغة واصطلاحا؟ الإغلاب لغة تحويل شيء على وجهه، واصطلاحا قلب نون ساكنة أو التوين مما مراعات القنة. وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذا مذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي دواوين كتب، ولا في أي فريقين يساق. فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على ملك الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. إليه عز من اعتزل به، فلا يضام وذل من تكبر عن أمره ولقي الأثام. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، خاتم أنبيائه وسيد أسفيائه، المخصوص بمقام محمود في يوم مشهود، الذي جمع فيه أنبيائه تحت لوائه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجته وتمسك بسنته واقتدى بهدايته واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
والآن أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، شكر المعلمين. المعلم هو سيف الحق ودليله ورمز العلم والمعرفة، هو الأب الحاني وهو الذي يخرج الطلاب من المستقنعات الجهل. معلماتي، أنتم شجرة التي نستدل بدلها فنوفنا كل من ثمرها فنزداد بها علما ونرفع بها مكانا، وأنتم شجرة الذي ينبت في عقولنا. معلمين، إن كلمة الشكر في حقكم تقصير، فهي لا تتقي لقدرتكم ومكانتكم، فإن عضاءكم فياض لا حدود له، فأنتم المجد والرفعة وأنتم القدوة الحسنة الذي نقتدي بها. عبارة الشكر تخجل منكم، فأنتم من حولتم الفشل إلى النجاح، وأنتم من جعلتنا نرفع هامتنا إلى السماء. ومعلماتي، أشكركم من كل قلبي. شكر الضيوف، كلمات الثناء لا تفيك حقا، وشكرا لكم على عضائكم دائم. أنتم جميعا تستحقون الشكر والثناء، فلولاكم لم مؤسستنا لتصل أولى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كانت نجاح أي وصول، ولما تحققت الأهداف فأنتم أساس رفع هذه المؤسسة وأساس تقديمها، وأنتم من يحمل شعلة النجاح والتطور، وشكرا لكم وإلى إمام دائم. شكر الأمهات، عبارة الشكر أمهاتي في التعليم عن بعد من عبارات مهمة التي يجب أن يحفظها الطلاب الذين يدرسون بنظام التعليم عن بعد، ذلك تأكد على دور الأمهات الكثيرة في سير عملية التعليم عن بعد وتنظيمها، ومن حقهن أن نرسل إليهن بعض عبارات جميلة التي يكرس دورهن العظيم. وشكرا لكم. كلمات عن أخواتي، عبارة مهمة تهدي وسرسي إلى أشخاص الذي يكرم الله سبحانه وتعالى بختم القرآن الكريم، سواء كانت هذه الختمة ختمة الحفظ أو ختمة القراءة، فضوبي لمن ختم القرآن الكريم لما له من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. إن لم ختم القرآن أجر عظيم وثواب كبير من الله جل وعلا. مبارك عليك حفظ كتاب الله، وهنيئا لك والدي تاج الوقار. ما شاء الله تبارك الرحمن، بلغنا الله ما بلغك واجعله حجة لك لا عليك في يوم القيامة. بكل فخر هنيئا بختم كتاب الله، ومبارك عليكم على هذا الشرف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مات القافور دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعض هذا النظم للمريد في النور والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. والنون والميم إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف. همس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام بستات أتت، في يرمولون عندهم قد ثبتت. لكنهما قسمان قسم يدقما فيه بقنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدقم كدنيا ثم سنوان تلا. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بقنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، من خمسة بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، ضم طيبا زد في تقى ضع ظالما. وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كل حرف قنة بادا. والنون إن تسكن تجي قبل الهجا، لا ألف ليلة لد الحجا. أحكامها ثلاث لمن ضبط، إخفاء وإظهار وإدغام فقط. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحذر من آفة اللسان. عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين المسلم من سلم المسلمين بلسانه ويديه. رواه البخاري ومسلم. الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك. أخرجه أحمد وابن ماجه. الحديث الثاني: آداب الاستئذان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجم. متفق عليه. في قلبي ضوما يامرني من فيض ديا، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أعدنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى بشراك يا حافظة القرآن، حين تنالي من رب الرضوان ويقال لك ارقي على جنان، في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يامرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أضلوا لتحيوا خير الأبناء، من حفظ القرآن وصار للأمة نورا وهدى، بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا ربي لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراسقين. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية وأي مزية ومنزله رفيعة عليه. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملين على خير البرية وأزكى بشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. نحييكم بتحية من القلب يطيب الشداها مسكى ورياحنا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن كنت سأصف شعوري وقتها بكلمة واحدة فقد كان زلزال بكل ما تحمله كلمة من معني. لم أتوقع أنني سأضطرب حقيقة، لأنها ليست ختمت الأولى لكن اضطربت جدا جدا وأكثر مما أتصور. انتهى مشوار الطويل فيه حزن وفرح ومشاعر جميل. اليوم أقول لكم يا أصدقائي بكل فخر ألف مبروك. حان الآن نحكم من المعلمون. المعلمون هم سراج العباد وعماد البلاد، ويجب على طلابهم الدعاء لهم والثناء عليهم واحترامهم لتكبيدهم مشقة معهم. هذا الأدب قد جاء ما يدل عليه في كتاب الله سبحانه، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الدرجات. فهذا الدليل على رفعة الله لأهل العلم، وأن رسالة سامية يغرسها في وأن رسالة معلم ليست وظيفة لكنها رسالة سامية يغرسها في قلوب الطلاب وتلاميذه، حيث يرفع الله أهل العلم درجات فوق الدرجات. السلام عليكم.